طيب السلام عليكم يا جدعان دلوقتي هنبدا ايه نتكلم على linked ليست هحاول نشرح ايه بسرعه كده linked ليست دي عباره عن ايه وليه اصلا عملنا حاجه اسمها لينكد ليست تمام فاحنا ممكن في الاول كده نبدا نبص على دي اعتبروا معايا دي شكل الميموري احنا كنا بنتكلم في لينير ليست انها اري فاحنا قلنا ان الاري بيتعرف مثلا العنصر الاول هنا اللي بعديه هنا اللي بعديه هنا اللي بعديه هنا بمعنى ايه ان هم عناصر في الميموري ورا بعض الادريسز بتاعتهم ورا بعض يعني انا لو هنا وزودت على الاندكس بتاعي واحد مثلا على الارس بتاعي شوف عدد السايز بتاع النوع بتاعك قد ايه هتروح للاليمنت اللي بعده وبعد اللي بعده وهكذا فدي ليها عيوب هي اكيد ليها مميزات ان انا اقدر اكسس كل الاليمنتس ورا بعض بس ليها عيوب ان انا دلوقتي افرض عندي انا مش عندي فري في الميموري كلها غير مثلا الاليمنت ده وده وده مثلا دول اليمنتس مش ورا بعض طيب لو انا عايز اوزع عليهم داتا مش هينفع بالطريقه بتاعتنا بتاعت الاري لان الاري لازم يكون ورا بعض فاحنا قلنا احنا ممكن نعمل حاجه مختلفه ان احنا نعرف ليست اسمها لينك ليست توصل لي مثلا توصل لي بين ده وده وبعدين توصل بين ده وده مثلا فهي كده مع ان الاليمنتس متنصورين على في الميموري في اماكن مش ورا بعض لكن هم بقى متوصلين ببعض طيب دي اول ميزه طب ايه تاني ميزه ان انا في اي اري لما كنا بيجي نعرف اي اري الاري بتكون آه ستاتيك يعني مثلا بديها عشرة ايدمز بيتحجزوا مينفعش ولا ازودهم وكمان خلاص بيتحجزوا يعني انا ما استعملتهمش كلهم هما راحوا عليا خلاص طيب احنا عايزين نبدا نعرف الموضوع دايناميكلي شويه فاحنا زي ما خدنا في النيو الدايناميك الوكيشن النيو بتعمل ايه بتشوف مكان فاضي في الميموري في اي حته مثلا سي هي اختارت المكان ده بعد كده راحت اختارت المكان ده بعد كده ده بعد كده ده فانا عايز اعمل لسته بالكلام ده انا عايز خلاص اخلي الاري بتاعتي او لسته بتاعتي دايناميك فانا لازم ابدا اربط بين دول كلهم عشان اخلي الموضوع ايه بقى بالديناميك الوكيشن وده اكيد احسن الديناميك الوكيشن ممكن احط في اي وقت واشيل اليمنتس زي ما انا عايز الموضوع بقى في ايدي بس فدي الفكره الرئيسيه ودي الميزه اللي موجوده في اللينكد ليست طيب نبدا بقى نتكلم هي بتتكون عن ايه احنا لما جينا نعرف اللينكد ليست قلنا انها بتتكون من حاجه اسمها نودز طيب ايه النودز دي قلنا ان النود الواحده بتتكون من حاجتين اول حاجه داتا وتاني حاجه لينك اللينك ده هو بوينتر بيبص على النود اللي بعدي يعني مثلا افرض معايا دي نود اهي فالنود دي قلنا فيها حاجه اسمها لينك اللينك ده بيبص على اللي بعدي واللينك بتاع النود دي بيبص على اللي بعدي وهكذا فكل واحده بقى عندها الادرس بتاع اللي بعديها موجود متخزن عندها فانا من لو انا واقف في النود دي اقدر اوصل للي بعدي من اللي بعدي اوصل للي بعدي بس عشان كده اي نود متكونه زي ما قلنا من حاجتين داتا وبوينتر دي التكوين الرئيسي بتاعها طيب ده اول ميزه طيب قلنا ليها ميزه تانية دلوقتي انا الده دي ممكن اخليها مثلا اكتر من نوع يعني مثلا ادي عندي نيم وعندي سكور النيم ده مثلا سترينج والسكور ده انتجر هل انا في الاري كنت اقدر لما اعمل اري اعرف اتنين داتا طيب مختلفين عن بعض كده لا فانا بقى في النود الواحده ممكن ادخل ده, ده زي ما انا عايز ادخل مثلا نيم وسكور واي حاجه مثلا زي بصينا على السلايد اللي بعديها هي دي هلاقي بقى عندي نيم وايدج وهايت طيب انا ما عندي التلاته دول في نفس النود في نفس element عندي في array بس فدي ميزه ما كانتش عندي قبل كده فدول المستين الرئيسيين لللينكد ليست بس اي حاجه اكيد فيها عيب ايه disadvantage ادفانتج بتاعت اللينكد ليست بتاعتي إنها لازم اكسسها سيكوينشال يعني ايه سيكوينشال يعني لو بصينا هنا كده مثلا انا عندي النود دي بتبص على دي وعندي دي بتبص على دي وهكذا دي بتبص على دي كل واحده بتبص على بعديها طيب لو انا واقف هنا هل ينجح ينفع ارجع هنا تاني؟ لا انا ما عنديش الادسات بتاع اللي قبلي انا ما فيش اي حاجه في الميموري يعني مثلا انا في الميموري هنا دي تاني إيليمنت ودي تالت إيليمنت انا وصلت لتالت إيليمنت هل اقدر ارجع هنا تاني؟ لا ما عنديش اي معلومه ترجعني لاليمنت اللي قبلي مفيش فيش خالص فدي اكيد عيب يعني انا ما ينفعش امشي غير اللي بعدي واللي, بعدي واللي بعدي واللي بعدي وهكذا عندي حاجه واحده بس ان احنا زي ما عرفنا في لينير ليست قلنا ان احنا عندنا فين؟ قلنا عندنا تلاتة فانكشنز رئيسيين اللي هما فين هما دول insert و first و next خلاص ال next معروفة قلنا هتوديني من النود دي للي بعدي والنود اللي بعدي اكون next تاني توديني للي بعدي وهكذا طيب ايه اللي يرجعني functional first لو انا واقف هنا ممكن استعمل functional first فاقوم ايه راجع هنا كده ارجع تاني للأول ومنها بعد ما رجعت للأول ابدأ اتحرك تاني لقدام فالحاجة الوحيدة اللي بترجعني هي functional first فأكيد دي من عيوب اللينكد ليست وده يعتبر ايه العيب الوحيد يعني نوعا ما ممكن السايز برده مش ألذ حاجه بس غير كده فاللينكد ليست اكيد فادتني بشكل كبير قوي لو بصينا هنا هنلاقي مثلا ان عندي دي اول نود مثلا النود دي الاولانيه آه مسجل فيها دي الادرس بتاع اللي بعدها لو 2800 ودي مسجل فيها الادرس اللي بعدها بتاع 1500 وهكذا كل واحده متخزن فيها الادرس بتاع اللي بعدها نبدا بقى نبص على الاستراكشر بتاعها طيب بدانا نعرف كلاس اسمه لينكد ليست حلو قوي جوه الكلاس ده عرفنا استراكشر اسمه نود بدانا نعرفه بشكل مبدئي ليه عشان احنا عايزين نعمل السطر ده اللي هو تايب ديف نود استريك لينك طيب استفدنا ايه بالسطر ده استفدنا ان انا بدل ما كل مره كنت هضطر اكتب نود استريك دلوقتي اول ما اكتب كلمه لينك اكني كتبتها بالظبط يعني لينك دي بتمثلي دلوقتي بوينتر بيشاور على نود بمعنى اخر اول ما اكتب مثلا لينك نيكست زي المكتوبه تحت دي انا كده الكومبايلر اريها على اني كاتب نود استريك نيكست يعني بوينتر بيشاور على نود يعني من الاخر لينك دي بقت كانها نود استريك وبس وجوه اللينك وجوه النود بتاعتي هنا عرفنا داتا اللي هي element type وعرفنا pointer بيشاور على نود اللي هو نيكست زي اللي احنا لسه كاتبينه حالا هنا وبره الكلام ده عرفنا ثلاثة pointers اساسيين هيد وتيل وكرنت طيب دول بيمثلوا لي ايه دلوقتي لو جينا نبص على هنا هنلاقي ان مثلا عايز اوصل للنود الأوانية دي فاعمل ايه فعرفنا بوينتر مثلا اسمه هيد هنا يعتبر ده الهيد بيبص على الادرس بتاع اول نود فالهيد ده متسجل فيه هنا افرض مثلا ادرس النود الاولانيه 20 متخزن فيه 20 لو افترضنا ان الادرس بتاعها 20 فانا كل ما احاول ارجع لاول نود هستعمل الهيد طيب وعرفنا بوينتر تاني اسمه تيل طيب ايه التيل ده التيل ده هو بوينتر من اخر نود يعني بوينتر التيل ده بيشاور على هنا بيشاور على ادرس النود استردنا مثلا ان الادرس الاخير مثلا الفين فالتيل ده بيشاور على الالفين طيب طب النكست بتاع التيل ايه هو؟ هو النل ليه؟ مش هو بيشاور على الادرس بتاع النوت دي طيب النوت دي لما تخلص قلنا هتروح فين؟ هتروح النل position او النل address عشان كده النكست بتاعه لازم دايما يساوي نل وهو بيبص على address اخر نود طيب كده خلصنا الهيد وخلصنا التيل طيب احنا ليه عملنا حاجة اسمها current لو انا مثلا واقف في النوت دي يبقى انا ايه الادرس اللي انا واقف فيه؟ ادرس النود اللي هو عشرين فاحنا خلينا في حاجة اسمها current هي اللي بتخليني ابقى واقف في النود يعني هي من الاخر بتبص على الادرس ده طيب جيت انا بعديها رحت رايح عن طريق البوينترز للنود دي وقلنا النود دي مثلا الادرس بتاعها سبعة وعشرين يبقى الكرنت الادرس بتاعه اللي بيبص عليه هو سبعة وعشرين فمن الاخر الكرنت هو أدر... هو بوينتر بيخليني اتنقل بين النودز يعني مثلا لو الكرنت هنا يبقى انا واقف في نوت دي لو الكرنت هنا يبقى انا واقف في نوت دي من الاخر هو الكرنت هو اللي بيحركني وبيحدد لي انا انهي نود اللي انا واقف فيها فدول التلاتة بوينترز الرئيسيين اللي احنا عرفناهم في كلاس لينكد List ده غير طبعا البوينترز اللي موجوده كل جوه نود حلو كده مع كده هنبدا نتكلم على التلاتة Functions الرئيسيين اللي كنا قلنا عليهم في اللينير ليست الانسيرت والفيرست next طيب في اي كلاس اول ما بنبدا بنبدا نعرف الكونستراكتور فاحنا ادينا قيم ابتدائيه للهيد والتيل والكرنت اديناهم قيم ابتدائيه بصفر صفر دي اكني بالظبط كاتب نل يعني انا لو كاتب هنا نل هي هي الصفر فده المكان صفر او الادر صفر في الميموري ليه لان الليست فاضيه انا ليست عندي فيهاش اي حاجه فده مجرد ايه initialization لكل بوينتر منهم حلو كده بعدين بدانا نعرف فانكشن انسرت زي ما قلنا كده في linear list قلنا احنا فانكشن insert دي بنبعت لها كونستانت فاريبل قلنا كونستانت عشان انا مش عايزه يتغير هو بيمثل لي ايه الفاريبل ده بيمثل لي الداتا اللي انا عايز ادخلها في النود يعني مثلا انا عايز الليست بتاعتي اجي اول ما اجي ابداها ادي مثلا دي الليست هدخل لها ايه مثلا هدخل لها 5 فانا هبعت الخمسة دي في الفاريبل ده فده من الاخر بيمثل لي الانبوت data بتاعتي بس بعد كده في الفانكشن اول ما نخش هنلاقي ان احنا اول سطر ده بنقول ايه لينك اد نود كوسين نيو نود معناه ايه الكلام ده احنا عرفنا بوينتر اسمه اد نوت بيشاور على نوت مش احنا قلنا ان لينك هي عباره عن نود استريك فاحنا كده عرفنا بوينتر لنوت وبعدين قلنا كوسين نيو نود الكوسين دي اكني بالظبط قلت equal لان اكني عملت كده بالظبط ده يعتبر dynamic allocation اللي احنا كنا اتعلمناه لما كنا بنعمل ايه allocation لاي element تاني سواء integer بقى شاور اي حاجه فاحنا هنا بنعمل كده ديناميك الوكيشن لنود بس دي الطريقة ايه الجديدة فاحنا مثلا هنرجع القوسين اللي كنا حاطينهم هنلاقي ايه انها بتتكتب كده بعديها بدأنا قلنا ان الدكتور بتحب تستعمل فانكشن الاسيرت مجرد للتأكيد فهنا فانكشن الاسيرت بتعمل ايه طيب انا دلوقتي لما باجي اعرف نود بديناميك الوكيشن ايه المشكلة اللي ممكن تواجهني المشكلة ان انا ممكن يكون مفيش اي ميموري عندي فلو انا مفيش عندي ميموري هخش هلاقي الاسيرت هيجي لها ادرس صفر فصفر اول ما الاسيرت بيجي لها زيرو ده هتخرج من البرنامج فده مجرد ايه كونديشن تاكيدي بس مش اكتر حلو كده تمام اد نوت ده هيسالين ان هو بوينتر فانا لما اجي اتعامل مع اي بوينتر بستعمل الار اوبريتور فانا دلوقتي النوت دي جواها داتا للاليمنت وجواها بوينتر يبص على بعد اللي هو النكست فانا هبدا الفاريبل اللي انا بعته ده اساوي القيمه اللي فيه ادخلها جوه ايه الداتا بتاعتي اللي في النود ده أنا لسه معرفها بالاد نود دي اول حاجه بعدين بدات اسال اول سؤال هل الهيد بيساوي صفر طيب معناها ان الهيد بيساوي صفر معناها ان انا ده اول اليمنت عندي يعني انا ما عرفتش اي اليمنت قبليه يعني الهيد عندي بيبص على الزيرو ادريس طيب مش احنا قلنا ان الهيد ده فايدته ان هو لازم يبص على اول عنصر عندي طيب الاد نود ده بالنسبه أول عنصر فانا هساوي الأدرس بتاع الاد نود address اللي بيبص عليه من الاخر يعني بالهيد يعني الهيد لو جيت فتحت هنا كده هيبقى ايه بيبص على اول نود اللي هي اد نود اللي لسه معرفها بس هي دي ايه ده اللي بيعمله السطر ده طيب else لو الهيد مش بيساوي صفر يعني لو الهيد بيساوي قيمه قيمه مثلا قلنا ان انا عندي اخر عنصر بيبقى التيل لو انا فرضت كده مثلا هنشيل بس الكلام ده حاول نرجع شويه افترضنا مثلا ان التيل مثلا ده ان ده اخر عنصر والتيل بيبص عليه وبعد كده النيكست بتاعه يبص على النل جيت انا ضفت عنصر جديد اللي هو الرابع ده طيب ايه التغييرات اللي انا هبقى محتاج اعملها اول تغيير انا محتاج اعمله هبقى محتاج ان انا اخلي ده النيكست بتاع التيل الموجود حاليا يعني احنا افترضنا ان ده التيل حاليا بس لازم يبص على ادرس ده يبقى يبص على النود دي ده اول تغيير طيب ايه تاني تغيير خلاص ده بقاش التيل فاقوم شايل التيل الموجود عندي ده خلينا ده بيبص على ده وخلي التيل بيبص على النود اللي انا لسه معرفها الجديده دي لان هي بقت التيل بتاعتي الجديده طيب ايه التغيير الاخير ان انا اخلي النكست بتاع النود دي بيبص على ايه النل يبقى إيه انا لما اجي اعرف اي عنصر محتاج اعمل تلات تغييرات هنلاقي ان هما ايه هما التلات تغييرات دول اول واحد اخلي النكست بتاع التيل اللي كان عندي يبص على النود الجديده بعديها اخلي النود الجديده هي بقت التيل خلاص ما هي بقت اخر نود وبعديها اخلي النكست بتاعها رجع يبص لي النل بس هي دي التلات تغييرات وكده تكون خلصت ايه الانسرت فانكشن نبدا نبص للإتنين فانكشنز التانيين الفيرست والنكست اول حاجه الفيرست نفس الفكره زي ما قلنا في اللينير ليست هي مش بيخش لها فاريبل كونستنت بيخش لها فاريبل عادي ليه لان انا عايزه يرجع لي باول element عندي طيب نبدا نبص الفانكشن نفسها بتتكون من ايه هنلاقي اول حاجه بنسال هل الهيد بصفر طيب لو الهيد بصفر قلنا معناه ايه ان انا مفيش عنصر عندي اصلا يبقى هتريترن فولس لان اصلا مفيش الليسته فاضيه من الاخر يعني طيب لو الهيد مش بصفر هبقى عايز القيمه اللي في اول نود فانا هساوي الاي بتاعتي اللي هو الفاريبل اللي انا بعته بالداتا اللي في الهيد عشان ترجع لي يعني لما الاي ده يرجع لي يرجع لي بالقيمه اللي في الفيرست طيب ايه تاني حاجه احنا قلنا ان الكرنت هو اللي بيحركني فانا لازم اساوي الادرس اللي الهيد بيساوي بيبص عليه بالكرنت عشان اخلي الكرنت يعني انا مثلا الاقي نفسي ايه بقيت واقف هنا وابدا بقى اتحرك تاني بالكرنت لو انا عايز بس هو دي ايه التغيرتين اللي بنعملهم في الفيرست فانكشن نيجي نبص للنيكست طيب النيكست قلنا بنبعت لها اليمنت تايب برضو مش كونستانت زي الفيرست بالظبط بدانا نسال اول سؤال اللي هي الاسرت الحاجه اللي احنا بنتاكد بيها ليه سالنا كده عشان سبب مهم قوي مش احنا قلنا ان من عيوب اللينكد ليست ان انا لازم اتحرك سيكونشال يعني انا مستحيل اوصل هنا من غير ما اكون عديت على الفيرست فانا عشان ابدا استعمل فانكشن نيكست لازم اول حاجه اكون قلتها في البرنامج الفيرست فانكشن فده تاكيد ان احنا كنا مدين عاملين انيشلايز لو فاكرين هنا الكرنت بصفر فانا لو الكرنت بصفر اخرج من البرنامج يعني لسه ما عملتش كل الفانكشن فيرست لكن لو انا عملت لها كل الاول خلاص هيبقى الكرنت ساعتها بقى ايه بيساوي ادرس سواء ادرس الهيد او سواء بقى ايه بدات تتحرك شويه فخلاص تمام كده فانكشن استرت فهمنا ايه لازمتها نبدا نخش على السطر ده بيقول لي لو الكرنت نيكست بتاعي بيساوي صفر ريتيرن فولس يعني ايه الكلام ده لو الكرنت نيكست بيساوي صفر ده معناه ان انا مفيش نود بعدي طيب مفيش نود بعدي معناها ايه معناها ان انا لو رجعنا للرسمه دي ان انا في اخر نود هل انا في اخر نود في حاجه بعدي لا يبقى انا ليه اكل فانكشن نيكست هتوديني فين مفيش حته هتوديني فيها عشان كده هنريتيرن فولس هنلاقي احنا ايه هنريتيرن فولس طيب لو الكرنت نيكست بتاعي في ادرس فعلا يعني مش صفر ساعتها هخلي الكرنت بيساوي كرنت نيكست يعني اتحرك من نود 3 مثلا لنود 4 وخزن لي في الاي e القيمه اللي جوه نود 4 اللي انا اتحركت لها بس ده اللي احنا ايه هنعمله في فانكشن النيكست بس وقيت السلايدز هتلاقوا فيها ايه امثله لفانكشنز تانية بدانا نزودها زي البرنت زي مثلا ان انت برنت بس من بره الكلاس او انت تعمل سيرش الحاجات اللي زي دي لازم ايه تبص عليها نبدا مثلا نبص على فانكشنال برنت هتلاقي ان هي عامله بالظبط زي البرنت اللي كانت في الليمينر هي هي بالظبط عرفت ليست ال بعد كده عرفت اتنين فاريبلز اكس وواي من نوع element تايب اللي هو نوع الداتا اللي انا بتعامل معاها سواء بقى كانت انتجر كاركتر اي مش فارق ايه هي وبعد كده عرفت ان وام احنا مثلا ام مش مش هستعملها في البرنامج ده بس هي الدكتور كانت حطاها زياده يعني هنا هحط مثلا انا عايز ادخل كام عنصر افرض انا عايز ادخل خمسة هفضل ادخل مثلا هنا واعمل إنسرت ادخل عنصر واعمل إنسرت خمس مرات بعد كده هطبع elements of the list بعد كده نفس اللي احنا عملناه بالظبط في linear list هو هو بالظبط هتلاقي ان الطبع عندي العناصر بتاعتي فاحنا لو جينا مثلا نجرب نرن البرنامج ده انا مثلا كنت مرن اهو فانا عايز اجرب ارنه تاني هلاقي ان انا مثلا هبعت خمس عناصر هدخل مثلا تلاته صفر اتنين مثلا سبعة تمانية هتلاقيهم ايه الطبعة بالنسبة لي بس وبكده ايه نكون خلصنا اللينير او